طيب مبدئيا كده احنا لازم نطعن بالتزوير على العقد ده. يا سامح بيه يا سامح بيه، انا كنت شاهد على توقيع العقود وبيع الشركه لداليا، والمرحوم والدك كان مصمم ان التسجيل يتم في نفس اليوم، وبما ان الطب الشرعي اثبت ان الوفاه طبيعيه خلاص اصبحت الشركه من حقها. بس الطب الشرعي قال انه خد منشط جنسي، يعني هي السبب. ده قانونا ملوش اي معنى. بابا مات وداليا على ذمته. قصدك ايه انت راخر؟ ما اقصدش حاجه، بس ده اللي حصل. داليا دلوقتي ممكن بمحامي صغير تعرف تثبت بسهوله جدا ان الشركه ملكها، زي ما الاستاذ عبد الحميد قال العقود اتسجلت. شركه ايه دي اللي ملكها؟ انا مش عايز اسمع حد بيقول الكلام ده خالص. ما تتكلم يا عبد الحميد، ايه الحل؟ يا جماعه يا جماعه، انتوا ناسيين ان داليا بعد الوفاه اختفت. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انتوا مفيش قدامكم غير انكم تنتظروا لما تظهر وبعدين تتفاوضوا معاها. مش هيحصل. اللي اسمها داليا دي مش هتاخد جنيه واحد من فلوسنا. يا سامح بيه، داليا متاكده وعارفه كويس ان الشركه مكتوبه باسمها صوريا، يعني ممكن جدا بعد ما تظهر تتنزل لكم عنها. هو انت مجنون يا عبد الحميد؟ انت عايز واحده جربوعه جايه من الشارع لا لها اصل ولا فصل تتنزل عن ثروه نزلت لها كده من السما عشان خاطر عيوننا؟ مفيش حل غير ان احنا نقابلها ونتفاوض معاها. لما تظهر بقى. بقالي كتير ما اكلتش كده. انا مش شايف. ميرسي. على فين يا بنتي؟ كملي اكل. حبيبتي ميرسي قوي على العشاء. تسلمي. صحة وعافية. هات هات عنك يا حبيبي. اتفضلي. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. معلش يا ابو سلم بقى. بقالنا كام يوم متقلين عليك ومبيتينك بره البيت. لا يا سيدي. دفتك على راسنا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ربنا يبارك فيك يا ابني. حبيبي يا رسول الله. طب انت ليه مش عايز تيجي تقعد معايا في شقتي؟ لا يا عم شكرا، ربنا انعم عليا من فضله بالاخوة والاحباب الكتير. والله انا ما عارفة اقول لكم ايه، انتوا كرمكم ملوش وصف. ست العفو. ماشي يا امي، انا همشي وان شاء الله اشوفك بكره على العشاء. خلاص خلي بالك على نفسك يا سالم. ربنا هو الحافظ. ربنا يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعمل لكم الشاي. اخوك ده طيب قوي. هو الطيب وانا الشرير. بقول لك ايه، هو انا هفضل مسجون هنا لحد امتى؟ يعني كلها كام يوم ان شاء الله، وتقرير المعمل الجنائي يكون خلص ويحفظوا التحقيق ده اذا كان مراد الله يرحمه مات موتة ربنا. هو انت شاكك ان انا اللي قتلت مراد؟ اكيد لا يعني. طب وبعد ما التقرير يطلع؟ شوفي انت بقى عايزه تعملي ايه. والله انا شايفه ان اول حاجه لازم اعملها ارجع الشركه لاولاد مراد، تلاقيهم وصلوا مصر كمان. انت اتجننتي يا بنت انت ولا ايه؟ شركه ايه اللي ترجعيها؟ انت عارفه الشركه دي راس مالها قد ايه؟ 500 مليون جنيه، نص مليار. بس مش من حقي. هو ايه ده اللي مش من حقك ولا من حق اولاده؟ انت عارفه ثروه مراد بره الشركه خالص تسوى قد ايه؟ فلوس كتير كتير قوي. الشركه دي ما تجيش ربعها اصلا، وانت عملتي حاجات كتير حلوه لمراد، اعتقد الشركه دي من حقك. وانا ينفع اعمل كده؟ انت لازم تعملي كده. مراد الله يرحمه كان أهم بني آدم في حياتي، وأنا عارفة كويس قوي قد إيه الشركة دي خدت من حياته ومن اهتمامه. عشان كده أنا بقول لكم في أول اجتماع ليا بيكو إن كل حاجة هتمشي زي ما كان مراد عايز، وكأنه عايش بالظبط. أي عقود، أي مستندات، أو حتى أي شراكة، القرار فيها هيكون زي كأن مراد موجود، وانا عايزاكم تساعدوني عشان ده يحصل.
داليا هانم في زياره ضروريه جدا لازم تحصل للبنك علشان نسجل توقيعك، لان ده اللي هيتم بيه صرف الشيكات اللي باسم الشركه. مفهوم. وامتى المفروض ده يحصل؟ ممكن يا فندم بعد الاجتماع مباشره. تمام. بعد اذن حضرتك، احنا بعد وفاه المرحوم مراد في عقود كتيره جدا لازم ناخد قرارات فيها، لان دي مرحله تانيه. لا برافو، قاعده على كرسي بابا وكمان عامله اجتماع. هو انت فاكره نفسك بقيتي صاحبه الشركه دي بجد ولا ايه؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ اطلب الامن يا سعد. انت بتطلب لنا الامن يا حراميه يا واطيس؟ والله لا ارجعك الشارع اللي جيتي منه، هترجعي الشارع اللي هنا بايدي يا ليلى. بس انت اللي ما يصحش ده. انت اللي ما يصحش. هو ايه ده اللي ما يصحش يا استاذ عبد الحميد؟ ابوك يا سامح بيه. ويا ترى فين مختار بيه؟ وايه رايه في اللي بيحصل هنا ده؟ الامن فين؟ امن؟ انت فاكره الخطه اللي عملتيها عشان تاخدي اخويا وتموتيه وتسرقيه هتكمل؟ ليلى والله هدخلك السجن. ليلى هانم سامح بيه، احنا ممكن ندخل المكتب نتكلم بهدوء. مكتب ايه؟ دول يطلعوا بره. بره؟ مين ده اللي يطلع بره؟ انت اللي تقومي تطلعي بره. قومي من على كرسي بابا. انا هترد. ليلى هانم دي شركه اخويا ومش هترد شركه مراد الجارد. انا قومي بقول لك انا هترد على شركه مراد الجارد. كبير عليكي قوي الكرسي ده. يلا انت اللي هتقومي بره. انت وهاخدها فاهمه؟ هاخدها. لا 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 ناس ايدك سيبني. انت مجنون؟ انت جننت ولا ايه؟ ناس ايدك. اتفضلي. كبير عليكي قوي يا واطيه، ترجعي الشارع اللي جيتي منه. اتفضلي. طيب يا جماعه احس كده الاجتماع خلص، تقدروا تتفضلوا. هتاخدي شاهين النهارده؟ اه خلاص هاخده، مفيش سبب بقى يمنع انه يكون بعيد عني. مدام سلوى انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا يوم ما جبت لك شاهين اول مره لا كان معايا ورق ليه ولا كان معايا فلوس. اللي انت عملتيه معايا ده مش هنساهولك طول عمري. ربنا يقدرنا على فعل الخير. فاكره يا لبنى اليوم اللي انت جبتيه فيه؟ اه طبعا فاكره، دي كانت اصعب حاجه عملتها في حياتي. انا مش ممكن هنسى شكلك وانت واقفه بتعيطي على باب الدار لما سلمتيني شاهين. ماشي، هو كله بيعدي.
المهم ان الواحد دايما يدور على فرصة يعوض فيها اللي فات. طب وموضوع الدار اللي كان على بابا اللي هربكم من بلد لبلد؟ ها؟ لا لا، الراجل مات. انهي راجل؟ الراجل اللي كان عايز يقتل جوزي، وخلاص دلوقتي هيرجع لداره وبيته، والحياة اللي كانت ضايعة مننا رجعت لنا تاني. خلاص بعد كده مفيش حاجة هتخوفنا. مدام سلمى، أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما كانش في مكان أمن من هنا أحط ابني فيه. هيعز عليا فراقك قوي، بس إن شاء الله من هنا ورايحة هنبقى نزورك أنا وشاهين. إن شاء الله يا حبيبتي. تنوري. يلا يا حبيبي، يلا بينا.